مسلسل التفجيرات يعود إلى العاصمة المصرية. وزارة الداخلية أعلنت عن انفجار قنبلة زرعت في شارع فيصل بمنطقة الهرم ضمن محافظة الجيزة، وانفجرت تزامنا مع مرور دورية أمنية. الانفجار أسفر عن إصابة 3 مواطنين كانوا في الموقع، فضلا عن بعض أضرار في سيارتين للشرطة وفي المنطقة المحيطة بالانفجار والتي سرعان ما اكتظت بالمتجمهرين. مسؤول مركز الإعلام الأمني صرح بأنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، كما أطلقت الشرطة النار في الهواء لإبعاد المتجمهرين في مكان الانفجار. تحت تاكسي نزل، كان راكب معه واحد وراح نزل رمى القنبلة وراح طلع يجري وطلع يجري وراء الأهالي مسكوه بقى قعدوا يضربوا فيه. وفي حادثة أخرى وقعت في مكان قريب بمحافظة الجيزة أيضا، تبادلت قوات الأمن النار مع مطلوب محكوم بالإعدام مما أدى إلى مقتله. المطلوب البالغ من العمر 35 عاما كان متهما في 19 قضية أبرزها حادثة إحراق مركز شرطة كرداسة غرب القاهرة، حيث قتل 13 ضابطا، وذلك في أعقاب ثورة 30 من يونيو التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي. قتيبة تركستاني، العربية.